السلام عليكم. في سؤال بيقول يعني نقدر نقول ان الذكاء الاصطناعي هيقدر يعمل تقييم مخاطر؟ اه طبعا، هي دي اقصى قوة عنده، ان هو يقدر يتنبأ بالنتائج اللي هتحصل بعد كده. فاحنا بنديله بيانات المشروع وهو ممكن يعمل تقييم ويتنبأ بالمشاكل المحتملة حدوثها، بس هو مش هيقدر يتنبأ مثلا ان هيحصل زلزال او يحصل فيروس او يحصل كذا، بس هو بيقيم الحاجات الافتراضية اللي ممكن تحصل. يعني ممكن يقول لك والله في مخاطرة معينة في وصول الحاجات، ممكن مخاطرة معينة في مثلا حريق تحصل، ويبدأ يحلل أسبابها ويقدر إن هو يتنبأ بالمشاكل اللي ممكن تحصل. يعني ممكن تبقى في كاميرا موجودة في المكان وهو بيبدأ يحلل كل حاجة، ولو في أي حد دخل مثلا مش لابس خوذة فيبدأ ينبهك، لو في حاجة مثلا مش محطوطة كويس وممكن تقع ممكن ينبهك، لو في حاجة مش محطوط عليها سور تمام ممكن حد يقع منها يبدأ ينبهك، لو في حد دخل مكان مش مأذون ليه يبدأ ينبه. ده كل ده بسبب ان في كاميرا موجوده، فهو بيحلل البيانات ثانيه بثانيه. انما هو يقدر يحلل بيانات المشروع ويقدر يقول لك والله في خطوره معينه في الحاجه المعينه، المفروض مثلا ان يكون خلصنا مثلا 20% من الوحش الدرون ولغايه دلوقتي ما خلصناش 5%، ففي مخاطره هتحصل كذا. فكل انواع المخاطرات يقدر ان هو يتعامل معاها ويبدا ان هو يدينا تنبيه من قبلها بفتره، فاحنا نبدا نعمل حسابنا. بس هو مش هيبقى كل حاجه، يعني لازم الذكاء الاصطناعي وجنبيه انسان هو يبدا ياخد المعلومات اللي جايه له، بس معلومات مفلتره. يعني هو عنده داتا كتير قوي، فهو هيديك الحاجه يقول لك خلي بالك من النقطه الفلانيه، فانت تبدا تركز عليها وتفكروا مع بعض ازاي تتغلبوا عليها وازاي تحطوا حلول. هو الذكاء الاصطناعي بيقدر يقترح حلول، لكن الانسان هو اللي لازم يكون هو اللي مسيطر وهو اللي يقول انا هاخد انا حل من الحلول ديت.